بدك هاد ولا هاد؟ هاد. خدي هاد. يا لطيف شو أناني. بالعكس حبيبي، أنا أعطيتك الصغير لحتى ما تسعلي، لأنه إذا أكلتي الكبير بتسعلي، بيعمل سعلي هاد، عن جد. مو معقول شو قوي، دايماً عندك أجوبة جاهزة، إلا السؤال الرئيسي ما عم تجاوبني عليه. أنو سؤال؟ قال يعني ما بتعرف، إمتى بدك تشرف لعنا وتحكي مع أهلي؟ شو بدي أحكي أنا وأهلك؟ لا تجدب عدنان، مو وقت مزحك هلا. لينا حبيبتي، أنت بتعرفي إنه أنا جاهز للموضوع، ومستني منك بس تحددي الوقت المناسب. الوقت والموعد مو مشكلة. وين المشكلة لكان؟ المشكلة أنت ومين بدك تجي؟ هلا ضروري يجي أنا وحدا؟ طبعاً حبيبي، لأنه أبي بيموت بشيء اسمه تعادات وتقاليد وأصول، ونحن مشان نخليه وافق لازم نراعي هالشيء. وحسب قاموس العادات والتقاليد اللي عند أبوكي، لو واحد مقطوع من شجرة وأهله ساكنين برات البلد صعب كتير، ما بيعرف شو لازم يساوي، شو لازم يساوي؟ بابا عم بيقول إنه مو ضروري أهلك أو قرايبينك المباشرين كتير، يعني أي ناس بيقربوا لك من بعيد بيمشي الحال. لا حول ولا قوة إلا بالله، لينا أبوكي عم بيصعب كتير، ليكون ما بده يخضك أو ليكون ما بده ياني، مشان هيك عم بيحط شروط تعجيزية. هلأ إذا بدك تجيب معك كم رجال كبير بتكون شروط تعجيزية، لكن منيح ما عم يطلب منك غير طلبات مثل ما باقي الأبات عم يعملوا. روحي أنا مو فارقة معي، وشو بده أنا جاهز. بعدين لينا أنت بتعرفيني منيح، يعني لازم تشرحي لهم وضعي بالتفصيل، وأبوكي لازم يتنازل عن هالطلب. أنا حبيبي من جهتي ما قصرت، وأبي شبه مقتنع بهالشي. عظيم، يعني وين المشكلة؟ قال بابا قدام قرايبينا اللي رح يكونوا موجودين لازم يكون في حدا معك، ولو عدنان، يعني معقول ما بتعرف تدبر حدا؟ لك شو دبر حدا؟ من وين بدي جيب يعني؟ جيب الكومبارس اللي عم يشتغلوا بمرايا وخليهم يمثلوا دور قرايبيني؟ هلا يا اما ما بتجيب حدا، يا اما بتروح بتجيب لي كومبارس. لك جيب حدا من معارفك، ولا كمان مالك معارف؟ يعني اذا ما عارفي بيمشي الحال؟ بيمشي. انا ما بدي جوابك، بدي جواب ابوكي. خلص حبيبي، قلت لك بيمشي الحال، تلحلح بقى خلصني. تلحلحي انت وقومي، خلصينا تاخرت على وظيفتي. مرحبا شهري. ها اهلين وسهلين. اهلين استاذ عدنان، اهلا وسهلا، شرف ارتاح. كيف الاحوال؟ الحمد لله منيح 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 كثير. انت شو اخبارك؟ شو احوالك؟ الحمد لله ماشي الحال. ايه جار، انت بتعرف طبعي، انا ما بحب المقدمات وبحب فوت بالموضوع دغري. ايه صحيح. مثل طبعي تماما. هات لشوف يا ضربان، شو القصة؟ يعني عم بقول باعتبار انا صار لي 3 سنين ساكن جاركم، اكيد صرنا بهالفترة اهل وحبايب. ايه واكثر من هيك، بيقول المثل جارك القريب ولا اخاك البعيد. هيك بتكون حطيت ايدك على الوجع عمي ابو عادل، يعني لب الموضوع اللي جاي احكي فيه. ما فهمت عليك. انا عمي ابو عادل بدي اخطب. ألف مبروك، من قلبي ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيه. إلي وإن شاء الله لقيت بنت الحلال؟ إيه نعم لقيتها. من عنا؟ من البناية يعني؟ لا والله بعيدة شوي، من حارة العوامة. يو ليك تاني؟ شو أخذك على حارة العوامة يا عدنان؟ إلا بنات بالحارة عنا هون؟ هيك النصيب، شو بدنا نعمل عمي أبو عادل؟ المهم أنا لما نويت أحكي مع أهل البنت طلبوا مني إني أجيب أهلي. إيه طبعا هيك لقصوك. وانت عمي ابو عادل بتعرف اهلي برات البلد، يعني كانه انا مقطوع من شجره. تفضل. ايه جيب له شاي كمان. على عيني. جيب. ايه وشو رح تعمل انت؟ قلت لحالي طالما انتم مثل اهلي عمي ابو عادل، انه بلكي بتكلفوا خاطركم انت واختي ام عادل وبتجوا بتطلبوا لي البنت، بعدين مثل ما بتعرف يعني المساله كلها شكليات. لا شو شكليات انت تاني؟ هي ما كنت حابب اسمعها منك منهم يا عدنان. هي شغله اصول وعادات، والشاب الراكز ما بيعمل شيء من دون ما يشاور يلي اكبر منه، لانه المثل بيقول لك يلي ماله كبير ايه ماله تدبير. انا كان قصدي بعدين ابو البنت معه حق انه ما يستقبلك لوحدك يا اخي، شو هالحكي هذا؟ لانه الحكي بهيك مواضيع لازم يكون بين ناس كبار مو ولادات صغار. عدم المؤاخذه يعني. اللي ليش؟ ليش؟ لانه كلام الكبار هو يلي بيربط. يعني نحن اذا رحنا معك فرضاً ما راح نكون مجرد مناظر أو مساطيج أو كمالة عداد، منروح حتى نزكيك عند الجماعة ونكفلك. هيك الحكي المزبوط يا عمي، شو الحكي يا عدنان؟ معك حق عمي أبو عادل، بجوز أنا أخطأت التعبير. المهم ما قلت لي حتروحوا معي؟ ما قلت لي بالأول وين بدك تسكن العروس؟ عندي بالبيت.
بس بيتك بالاجره انت. منسكنها هون مؤقتا لبين ما يخلص مشروع تسيا عمي ابو عادل. وامتى بده يخلص ما شاء الله؟ وكان بشروا عمي ابو عادل، اشتروا الارض وبلشوا يحفروا الاساسات. عدنان عفوا، لا تفكرها كثره غلبه او تدخل بشؤون الغير لا سمح الله، بس هي كفاله، يعني مسؤوليه كبيره، لازم اسال واستفسر واستقصي ولازم يعني لازم. تفضل عمي تفضل، اسال مثل ما بدك. انت قدران تفتح بيت؟ الحمد لله، عندي وظيفتين وخطيبتي موظفه، يعني ثلاث معاشات ممكن يفتحوا لنا بيت. وان شاء الله عامل حسابك بشي مبلغ صغير مشان مصاريف الخطبه والعرس. ما بدنا نتجرس قدام الجماعه. اطمن عمي اطمن، كل شيء محسوب حسابه، ان شاء الله منبيض لكم وشكم. ما قلت لي امتى ناخذ موعد من الجماعه؟ معلش اترك لي الموضوع حتى ادرسه بعدين انا برد لك خبر. بقى شو قلتي يا ام عادل؟ عم اقول ما في شيء، خلينا نروح معه بلا ما نكسر بخاطره. صحيح منروح معه، بس وينك؟ لازم نسال عنه بالاول. صحيح هو جارنا من 3 سنين تقريبا وبنعرف عنه كل شيء، بس الاصول اصول، بنات عالم وناس هي، وانا بخاف من المسؤوليه والله، خصوصي انه عنا بنت على وش الجواز. مين بدك تسال؟ يا ستي بنسال كل قرايبيننا ومعارفنا واصدقائنا، يعني لازم ندقدس ونبحبش لحتى ننكت الخمير والفطير، مو احسن ما نروح معه على عماها يا ام عادل؟ يا الله يعمي على قلبه هو الثاني، شبه بنتنا وصال، لك من شو بتشكي اه؟ لك تركينا من وصال هلقتنية، خلينا بموضوع الزلمة. انت من على بكره لازم تبلشي هيك اسئله وخمخمه بين النسوان، ما بدنا نضيع وقت ها؟ بدنا نرد له خبر بسرعه. حاضر، مثل ما بتأمر. السلام عليكم. السلام. الله يرضى عليك يا ابو عوني، الشغله بدي اياها منك. ايه بس شو قلت لي اسمه؟ عدنان الحوره. انو حوره من هون؟ ليش كم حوره في؟ في بيت الحوره يلي اصله تركماني، وفي فرع تاني من اصل افغاني، وفي فرع من الحجاز. يمكن لك هذا من حوره الحجاز، مو هيئته افغان وتركمان ابدا. وين قلت لي موظف؟ دائره المساحه. بس شو وظيفته؟ شو شغله؟ الله أعلم. خلص اعتبر الموضوع منتهي. رح أعمل مسح شامل لدائرة المساحة وأمسحها من فوق لتحت وأقدم لك تقرير كافي ووافي عنه. إيه الله يقدم يلي في الخير يا أبو عوني. هات شاي يا ولد، شاي. ليش بده يخطب من عندكم شي؟ لا مو من هون. طلعت مزاريب ولا برا هالزلمة؟ لكن شو القصة؟ هو طلب من أبو عادل مشان نروح معه جاهة لبيت أهل العروس. آها هلا فهمت عليكي. ايه تقبريني قولي لي شو بدك تعرفي عنه؟ كل شيء، اصله فصله اهله قرايبينه رفقاته طلعاته فوتاته روحاته جياته كل شيء يعني. خلاص ام عادل ولا يهمك، خلال يومين رح اجيب لك خبره. ايه دخيل عينك يا ام بيان، اهتمي لي بالموضوع منيح لانه بدنا نرد له خبر بسرعه. ها قال اهله مهاجرين على كندا وهو يضل هون مشان يخدم عسكريه ويدرس بالجامعه. وشو درس بالجامعه؟ ما بعرف، بس قال سقط بالجامعة 3 سنين، يعني ما كان كتير مجتهد، وكمان قالوا إنه حاول يخطب زميلته بالصف بس أهله ما رضيوا. وليش يا ترى؟ ما بعرف، البنت كان حاكي فيها ابن خالتها. لك وين رايحة؟ ما بدك أعمل لك فنجان قهوة؟ سمعت إنه صار عامل كذا مشكلة بالجامعة، وآخر شيء مسكوه هو كان عم يتنقل بالفحص، كان مخبي راشتها بقلب صباطه. أوف شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك، بعدين المراقب مسك هو عم يسحب الراشته من قلب الجرابات، راح قدم فيه تقرير لاداره الجامعه ورسبوه بصفه. كان خاطب وحده من بيت خدام الجامعه وبطلوا عنه. وليش بطلوه؟ ما عجبهم ممشى، مثل ما بتعرفي هدول جماعه متعصبين وما بيهون عليهم انه البنت تطلع مع خطيبها لحالهم. ايه طبعا هيك الاصول. واخونا راسه والف سيف بده يطلع مع البنت لحالهم
وشو كان يقول له للأب؟ لازم يكون عندكم ثقة فيه وبالبنت. وشو قال الأب؟ قال له أنا ما عندي ثقة لا فيك ولا بنتي ولا بحالي. وبعد كم يوم فسخوا الخطبة. وخطب شي بعدها؟ على حد علمي ما خطب. ودريت كمان إنه كان يعمل مشاكل كتير بالعسكرية. مشاكل؟ مثل شو؟ يعني قال كان يهرب من صخرة المطبخ ونوبات الحرس ويمهيس بدروس الرياضة ويتمارض. دخلكم ما كانوا يحكوا معه شيء؟ لا شو ما يحكوا معه شيء؟ عسكرية هي. يا سيدي كانوا دائما يحلقوا له شعراته على الصفر ويزتوه بالسجن. يحلقوا له على الصفر ويزتوه بالسجن. من سنتين طلع على بلودان هو ورفقاته ايام الثلج وصاروا يكبتلوا بهالثلج ويتراشقوا. وقام صاحبنا كبتل كبتولة الثلج هالقدة وضرب وحدة بنت مرأة من قدامه. الله لا يعطي عافية على هالعملة. ايه مو تاريلك خطيبة واخواته كانوا ماشيين وراها للبنت؟ اكيد علقوا مع بعض. وعلقت لك خناقة طويلة عريضة واشتغل الضرب والرفس والحيوانة وشي راح المستشفى وشي راح السجن. دخلك وعدنان مع مين كان؟ مع يلي راحوا على السجن. انحبس يوميتها 3 أيام وطلع. ها معناتها صاحب سوابق. أنا هذا اللي عرفته. وقال مرة اتخانق مع سمان الحارة وجاب له الشرطة والتموين. ليش؟ لأنه باعوا كيلو البندورة زيادة 2 ليرة عن التسعيرة. لعمة تاري هذا صاحب مشاكل كتير. هيك أنا سمعت. بايع كيلو بندورة زيادة 2 ليرة. هي صار عنا معلومات كاملة عن الزلمة يا أم عادل من وقت ما سجل بالجامعة لحد هلأ. تنية كتير منيح. شو لسه بدك أكتر من هيك؟ أوهو في كتير لسه بدنا معلومات كتيرة. في عندي هون حلقة مفقودة عن فترة الطفولة والإعدادي والثانوي كمان. وليش كل هات؟ شو ليش؟ جوازة هي ماشيين بجوازة نحنا. لازم نسأل ونستفسر عن كل كبيرة وصغيرة. حلوة نغش الجماعة يعني؟ مو حلوة. طيب يا أبو عادل مو المفروض أهل العروس هن اللي يسألوا عنه؟ طبعا راح يسألوا. كل الناس بيسألوا على طريقتهم. المهم نحنا نعمل يلي علينا لحتى إذا كان الشاب منيح وخرج ينعطى بنات الناس منروح معه منروح. وإذا كان مو منيح ومو خرج يفتح بيت ويتحمل مسؤولية منعتذر منه منعتذر منقول له الله معك. يعني لحد هلأ ما عرفت إذا كان الشاب منيح ولا مو منيح؟ لو كان بده يتعين سفير ما كانوا سألوا عنه كل هالقد. حاجتها المسألة يا أبو عادل حاجتها. نكتنا له شجرة العيلة وعيلة العيلة كمان. لسه ناقصني شوية معلومات لحتى كون هيك عنه فكرة نهائية. وأريضة معلومات إن شاء الله. لا ما بقى نسأل غير إمتى فطمت أمه وإمتى نضيف وصار يقعد عنونه وإمتى طلعوا أسنانه وإمتى صار يمشي وكم مرحة أخذ بالابتدائي وكم صفر أخذ بالإملة وكم خناقة عمل مع رفقاته وكم بنت تحركش بأيام المراهقة. شو بدنا بسرعة كلها يا؟ هلا هي سرعة أنت الثانية. شو بدك يعني أعمل يعني؟ هيك روح مع الزلمة طم غم بدون ما أعرف شي عنه؟ يعني إذا بكرة اتخانق مع مرته أو ما طلع منيح مع بيت حما مين المسؤول؟ مين؟ مو أنا؟ أولي علينا. هذا على بنات الناس هيك عم بتساوي. لكن ما يجينا عريس لبنتنا شو بتساوي؟ شو عدنا؟ شايفتك صرفت نظر عن الموضوع من أساسه. أنا موضوع؟ لك شو أنا موضوع؟ موضوع الخطبة. مو عسى تجيب حدا من معارفك وتشرف لعنا؟ بلا روحي أنا حكيت لجيراني لحتى يجوا معي. منيح وينهم؟ قالوا لي بالأول إنه رح نسأل عنك. يي شو دخلهم هن لحتى يروحوا يسألوا عنك؟ ولا تكون خطبت بنتهم وأنا مالي خبر؟ لا روحي بس أبو عادل جارنا بيموت بشي اسمه عادات وتقاليد مثل أبوكي. إيه مشان هيك بدي يسأل عني منيح ويقلب الموضوع على مهله. يعني الدراسة اللي عم بيعملوها عني رح تخلص. أبو يوم يومين بردوا لي خبر. يا إيه يا لا كمان. مساء الخير أم عادل. مساء النور. تعال إلك عندي خبرية كتير كتير حلوة. قبل ما أسمع خبريتك اسمعي مين إجاني على المحل اليوم. إجا لعندي أبو بهجة ناموسة. مين أبو بهجة ناموسة؟ شوفوا تاني شوفوا لك هذا أكبر تاجر كلف وخيطان بسوق النسوان. إيه شو بده؟ قال في واحد جاره تاجر كبير بالسوق يعني عنده شي 4 محلات ومشغلين ورصيد كبير بالبنك
بده يجي يحكي بالبنت. أنو بنا؟ بنتنا وصال. شو بنا؟ اي وشو قلت له؟ قلت له شرفونا يوم الخميس لنحكي بالتفاصيل ونقرا الفاتحة. يو وليش كل هالقد متلوج على الفاتحة؟ مو بدنا نسأل عنه بالأول؟ لمين؟ للشاب اللي جاي يخطو. لك فظاعة شو عقلك متحجر أنت؟ هالعادات المعدة بطلت من زمان بهالأيام. ما عاد حدا سأل عن حدا.